أنا وش عملت روزان؟ وش عملت روزان؟ الله يجازيك. هاد مو أمي صعبة؟ اليوم سنويته الله يرحم. تعيش يا حبيبتي، يرحم أمواتي. يلا أمي، حالة أم عابد لازم ترتاح. خديه هلا موسمه، بعدين عابد كان يحب الرمان كثير. سلمي بيديك. صحة وعافية حبيبتي. أفادت تقارير حقوقية وإعلامية اليوم أن أعداد الأطفال الذين تم إشراكهم في النزاعات المسلحة حول العالم في ازدياد كبير تخطى الآلاف، حيث بثت تسجيلات تظهر أطفالاً في عمليات تدريب وقتال، منهم من قضى نحبه في العمليات الدائرة هناك، على الرغم من تحذيرات للمواثيق الدولية والقوانين التي تنص على تجريم تجنيد الأطفال في القتال والصراعات المسلحة.